قطعات وقلت لي روح قطعها بلانة ومش انت اللي قلت لي قطعها ورا ورا بالزاوية بلانة يعني انت قلت لي بدي روح معها لا مانة لك ما تجنني حاجت لي انا ومانة ولو شو هتطلع لي بالعالي وتبهدلني قدام صديقتي يعني طلعت زمليطة عني هلا من روح انت زمليطة روح يلا انفخ باللبن بركي بيطلع لك بواليل روح اظهر مع هول السعادين خلي العالم كلياتها تحكي عليك تقول لك عباس صاحبه لفريد الرئيس مع مين ضاهي روح روح هيك صار يو لايك ترانس ام بتحب الترانس ام قلبي قرب لقلي يا شو بدنا نشفط اني وياك اي لاف يو بيبي لك شفتوك شفتوك بجاي لي خلقك شفتوك ايدك عفوا يعني حضرة المدير بدي اخذ من وقتك شوي لو سمحت يا اهلا مدام باسمة لك انا كل وقت لكم اصلا انا شو عندي غير شغلي انه كل هالنهار استقبل اساتذة ومعن وكلكم على نفس الموضوع وكلكم بدكم زودة وانه شو زودة 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 لك انا وين بدي اجيب لكم مصاري عمي شو انا بدق مصاري فكركم لك انتم شو شايفين انا مدير بنك لك انا انجأ شقفة مدير مدرسة ما تؤاخذيني مع احترامي للجميع وما معي اني امنكم هدول الزودة بعدين صار في قوانين وفي قرارات عم تطلع برا انا شو خاصني فيها التزمولي فيها التزمولي فيها لو سمحت بس لو بتروق شوي انا مش جاي اطلب زودي حاليا انا هلأ جاي اطلب خصم نعم جاي اطلب خصم على معاشي حضرت المدير خصم على معاشي عم كيف هي اول مرة بسمعها بحياتي صراحة خصم على معاشي خصم انا طالب خصم على معاشي وانا بكون كتير مرتاحة وممنونة لإلك اذا بتخصم لي 50,000 ليرة على معاشي حبيت هالخبرية ايه بخصم لك 50,000 على معاشي هلأ يعني لو سمحت اذا بتاخد ورقة وبتكتب خصم 50,000 انا بكون كتير مبسوطة تكرم عينك احلى خصم لا احلى مدام باسمة احلى معلمي عنا 50,000 ناقص من معاشة اوكي تفضلي شو هلا لك لو عارف كيك انا وكله بيجي بيقولوا لي خصم شو عبالي لك بس قليلا شو قصة الخصم صار معك الخصم شو المشكلة شو هي القصة حضرة المدير نعم. انا هلا من بعد الخصم صار معاشي 1,750,000 ليرة لبنانية صح صار بحق لي بزودة 300,000 ليرة لبنانية نعم يعني مثل ما بتعرف انه معاشي صار تحت 1,800,000 يعني بحق لي ب 300,000 ليرة لبنانية فلو سمحت بدي زودي ب 300,000 ليرة لبنانية اوكي شو الضرب هذا انت معلمة شو قلتي لي دخليك مدام باسمة معلمة مات مات المدير مات بدنا شيله وجه الراس شو الضرب هذا مساء الخير لكم مشاهدينا مثل ما عودناكم بحلقتنا كل مرة إذا عرفت بتربح وإذا ما عرفت ما بتربح فيها جوائز كتير قيمة وهلأ مثل العادة بدنا نجرب نلاقي مشترك يشترك معنا بهالمسابقة مرحبا أستاذ يعطيك العافية أهلاً الاسم الكريم نعيم نعيم ما بتحب تشترك معنا إذا عرفت بتربح وإذا ما عرفت ما بتربح طبعاً طيب رح قلك شروط المسابقة أول شي بسألك سؤالين أول سؤال بتربح عليه $100 كاش إذا عرفته تاني سؤال إذا عرفته بتربح $1,000 بس إذا ما عرفت تاني سؤال بتروح عليك $100 اللي ربحته بأول سؤال انتبه وركز معي منيح إن شاء الله يكون سؤال هين سؤال هين كتير يلا أوكي السؤال هو Yes. مين هو إيه؟ سفير أيوة. سوريا بلبنان علي عبد الكريم علي برافو بتربح معنا $100 كاش الف مبروك اجوا وقته نسوا اي لحظه ما بدك تجاوب على السؤال الثاني واذا عرفته بتربح $1,000 واذا ما عرفته بتخسر $100 يلا ان شاء الله يكون هين ركز منيح كثير هين انا معك يلا شو اسمه السفير اللبناني بسوريا انتبه ركز كثير منيح سؤال هين كلنا بنعرف سفير عندنا سفير بسوريا طبعا عندنا سفير ولو عندنا سفير بسوريا سمع يعني ولا مره سمع شيء عنه ركز كثير منيح الاسم كثير هين عندي كم اسم براسي بس بخاف ما زدت حيا لشيء وام ارجع اخسر المية فمشان هيك بفضل اني ما جاوب ما عندي فكره انه ولا بشوفه لا بعشوات لا بغدوات ولا بتصريح ولا شيء طيب بفضل انه ما تجاوب بتفضل ما تجاوب يعني بتربح معنا $100 بس بدنا شكرا لك بدي اشوف شو الجواب شكرا لك لكن نعيم ربح معنا $100 كاش وشكرا لك نعيم بدنا نشوف الجواب الله يخليكي جواب شو جواب تبع السؤال يعني شو اسم سفيرنا بسوريا
ما نحن ما بنعرف شو اسم سفيرنا بسوريا، ما تفضحنا. والله لكن هيك بيطلع النص ما لا هي نص. ميرسي كثير لك، باي، يعطيك العافيه. شو اسمه هيدا يا عمي؟ عندنا شو بس في واحد بس ما بيطلع حسه. انت اكيد انه ما راح يجي؟ شو بك سهيل؟ شو بك؟ شو اول مره؟ مش قصيت اول، لا ما انا اول مره يعني، صرنا كذا مره، بس انه انا لانه بحس حالي هيك لانه من كيف قلبه نقزه الواحد مو حاسس انه بين طق بده يطب علينا خير. ما ينقزك قلبك حياتي، خلص روق. هو قال لي قبل السبعة ما حكون، وبالعلامة قال لي سبعة ونص حضري للعشاء. شو معناتها؟ صلاح بده يجي سبعة ونص يتعشى؟ على السبعة ونص قال لي بيكون هون. سناء بتكون عم تكذب علي. سهيل شو بيك؟ ما تعلقيني بلسانه. خلص روق. اكيد يعني بناخذ راحتنا. روق ولك روقي انت، روقي. طيب ليكي ما عندك شيء نشربه؟ لانه انا كثير عبقت وبتهقت يعني. انا اللي عندي شيء نشربه. هلا بحضر كاسين بنمزمزهم. مع عصيرات وكذا؟ اكيد. طيب ليكي اعطيني بوسه قبل ما تروحي. نو. بلا بوسه بوسه. نو 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 نو. بوسك حيي بسبع روس، الله لا يوفقك. صلاح؟ 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 الله لا يصلح فيكي ولا عظمي انت كمان. عم بتخونيني مع صاحبي سهيل؟ صراحة انت قلت لي قبل السبعة ما بتكون هون. عم تزبطي وقتك من هيك دقرتي، من هيك دقرتي وقلتي او شددتي على انه انا ماني جاي قبل السبعة، طلعتي عم يا خاينة عليكي وعلى اللي اخذك انت. ما الحق عليك، الحق علي انا، الحق علي انا، حسابك بعدين. بقول لك شغله. وانت يا خاين، انت يا انت يا واطي، حسابك راح فرجيك شو راح اعمل فيك. هلا روق كمان ما بدلت يعني، شو وقفت علي؟ وقفت عليك؟ ما بعد في ترين السكة وأنا بس بالحي. أنا فرجيك، أنا كذاب 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 هيدا. يلا أنا فرجيكي، خليك جاي أنت لعندك جاي. وينو عباس شاهين؟ عباس قوم قوم نايم. شو في شو في؟ قوم قوم، ما سمعت شو صار؟ دك شو بك شو بك؟ انت نايم مع بالك بال، بس ما معك خبر شو عم بيصير برا. اخي شو قصتك جبت؟ في عالم برا، انت قاعد لي هون بالقمقمة تبعيتك. دك عشو طاحش علينا؟ طاحش جبتنا بالارض، شو قصتك انت كمان؟ مات مايك. مين مات؟ مايك. مايك ما غيره؟ مايك. مات مايك، انت مات مايك؟ اليوم الصبح. يا لطيف يا لطيف يا حرام الله موتي يا عباس. كيف مات؟ يا حرام الله كيف مات؟ بس بيني وبينك معلش كمان الواحد يقعد عوج يحكي جاي. طب كيف مات؟ خبرني كيف مات؟ ما امبارح كنا نحن وياه. من ايده، من ايده عباس، من ايده. طب قل لي كيف مات؟ ما امبارح كانوا عند حماته، مسربوا على اساس هو ومرته عند حماته. ايه راح على اساس. على اساس، انا الصبح عم بخبروني ما معي خبر. ايه مدري شو صار معه الان هو وحماته ومرته مدري شو صار. ايه يعني كانه مدري شو صار معه. طيب فل فل معصب من عند حماته. يعني فل ترك مرته عند حماته، نرفز نرفز، لبط الباب باجره. قلب الباب، شو بدك يصير فيه؟ نزل الازاز على وجهه قتله. لا ما في ازاز بالباب، باب خشب. باب خشب. طيب قلب عم تركش فيه، اجى قالب. وين اجى؟ وين قالب؟ هو قدام الباب قوم عاد نفض حاله وقام ما بشي. طيب بس هو بيته بيت حماته. وين بيسائب هو؟ عالطريق العام. عالطريق العام مزبوط، عالطريق العام. هو واقف عم بنف ثيابه، جايت لك سيارة أمريكاني من بعيد ولزقته، ولزقته هديك اللزقة ومسرع. لا يا ريت، الله لا يوفق. الله من عنده نجي، الله من عنده. هذا الزلمة مدري كيف كان منتبه له، تير شافه وكذا، شحط فريمات، قال له قوم يا ابني قوم انتبه، طلع قدامك وين ماشي. زمط زمط. طيب بس هو منه وجهه أسود، منه ايش قدامه. ايه حرام يا طيب. هو عم بيقطع من حد السيارة الأمريكاني، ما في الورشة تحت البيت، هيدي في لها مثل نزلة. هلا عم يعمروها جديد. عم يعمروها جديد، عم بحشين كرمال الأساسات. هي هي هي. بحشين كرمال 100 مرة قايلين لهم عنها. ايه هو الحديد طالعين من الأساسات. شو بدك؟ قالب من فوق مايك وجاي على الحديدات، جاي مايك على الحديدات. قد منه مشنس مايك، قد منه مشنس مايك. شو قلب؟ اجا بين الحديدات على في كومي ترامل عم يعملوا الجبلة، عم بصبوا الجبلة، ما صار له شيء. زمط. بس القصة وين؟ مش هون. طب كيف؟ قل لي بس. ما عندك هذا الونش الطويل محمل بلوك بطون يا عم بس. بلوكات هذا اللي كل حجرة ثلاث امتار. خلص الواحد مدري، خلص الله كتب له. يا لطيف. فلت بلوك البطون وطحن وطحن وطحنوا لمايك، طحن طحنوا طحنوا. اجا قالب قدامه دغري، شك قدامه، وقف هو مسبوع هيك بتعمل بلوك البطون. ما صار له شيء؟ ما صار له شيء. طيب كيف مات؟ الله شو صرخوا له تبع الورشه، انتبه انتبه.